السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ام ريحان وعمران. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا لا فيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حريشات صغار كيجيو رائعين وهشين ناجحين ان شاء الله من اول مره. اذا تابعوا معي المكونات وطريقه التحضير. اذا كمكونات ان شاء الله لهاد الحريشات الصغار، عندي هنايا 4 الكيسان ديال السميد الناعم، السميد اللي كنديروا في البسبوسه، ما يعادل 530 غرام. غنحتاجوا ان شاء الله الكاس معامرش، ربع ديالو زبده، وما تبقى زيت نباتيه. غنحتاجوا كذلك الكاس من الحليب، وغنحتاجوا كذلك الكاس من الماء، نعبروا بنفس الكاس. غنحتاجوا كذلك ملعقه صغيره من الملح تكون ممسوحه. غنحتاجو جوج معالق كبار من السكر حبيبات، وغنحتاجو الخميره من غنحتاجو كذلك الخميره من فئه 8 غرام. اذا على بركه الله كنبداو ان شاء الله. اول حاجه كنديرو السميده ديالنا في اناء، كنضيفو الملح، نضيفو كذلك السكر، نضيفو الخليط ديال الزيت والزبده. ممكن الا كنتو غديرو كوموند باش تبيعوه بلا غتستغناو على الزبده، ديروا الزيت فقط. وكذلك ممكن تستغناو على الحليب وديروا الماء عوض الحليب باش تطلع لكم اقتصاديه. دابا كنخلط السميد ديالي، كنحاول نلبس السميد الخليط ديال الزبده والزيت. حتى كتخلط لي السميد كامله وكنحصل على خليط مرمل. بهذا الشكل صافي. دابا كنضيف الخميره، ممكن انكم ديروا هذه المرحله بالليل وكتخليو السميد ديالكم في هاد المرحلة بالثلاجة، كتفيقوا الصباح عاد كتضيفوا ليه باقي المكونات وكتطيبوها. راه ما كيوقع لها حتى شي حاجة، حتى لك انتي من الأخوات العاملات كديري هاد الخطوة وكتخلي السميد ديالك بعد ما مزجتيه بالزبدة والزيت، كتخلي السميد ديالك في الثلاجة والصباح عاد كتكملي ليه باقي المكونات. دابا غنضيف الحليب، غنضيف كذلك الماء، ضروري نحصلوا على هذه النتيجة. خاص يكون عندنا العجين شبه سائل، ما كنعجنوهاش، فقط خلطوها باطراف الاصابع وكنتاكدوا بان السميد اللي عندنا كامل وصل ليه السائل. صافي دابا غادي نخلي الخليط ديالي يرتاح لمدة 5 دقائق حتى يرتاح والسميد تشرب ليا السوائل اللي عندي، ونعاود نرجع معكم. هنا بعد ما خليناه يرتاح 5 دقائق كيتشرب لينا جميع السوائل، كيولي بحال هكا شاد فراسو على هاد الشكل. هانتوما
السميد كتشرب لينا جميع السوائل، وملي كترتاح راه كطلق لينا السميد العلك ديالها وكتجي متماسكه هانتوما. دابا غندوزو ان شاء الله باش نطيبو الحريشات ديالنا باش نقادوهم. كناخدو طبسيل كنديرو فيه شويه ديال السميده رقيقه. انا بالنسبه لي عندي السيركل او الاطار الخاص بالحريشات الصغار، ولكن بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش كنصالح لكم انكم ديروا غلاقه بحال هذه. انا نوريكم الطريقه. صافي كناخذ كميه من الاعجين بهذا الشكل. كندوزوها كندوزوها في السميده الرقيقه. كنديرها في الغلاقه. نتوما كتحكموا في العلو ديالها حيت فيها الخميره باقا غتنفخ لينا. صافي كنحطوها في المقلاه هذا الشكل. بالنسبه للطياب ديالها كنطيبوها على عافيه مهيله باش طيب لينا ما تبقاش لينا خضره من الداخل. انا هنا غنستعمل جوج مقلات، قد ما درتو مقله كبيره راه كتربحوا الوقت. كنبقاو نقلبوا فيه حتى كنحصلوا على هذا اللون، وكل مره كنعاودوا نمسحوا المقله من ديك السميده باش ملي كنحطوا وحده اخرى ما كيلصقش لينا في هذيك السميده اللي تحرقات قبل. صافي انا غادي نستمر على الشكل. غنستمر حتى نطيب الكميه اللي عندي كامله، غنتلاقى معكم ان شاء الله في الصح النهائي. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا ديال اليوم. كيجيو رائعين، كيجيو راقيين في الشكل ديالهم وكيجيو ولداد. غنقطع معكم وحده ان شاء الله باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. ها انتما كتجي رائعه. احسن بزاف من اللي كيتباعوا في الزنقه، وهذيك الزبده وهذاك الحليب كيعطيوها واحد الهشاشه وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، ولا جربتوها ان شاء الله ونالت الاعجاب ديالكم. كنتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلايك، وتشجعوني ان شاء الله بالتعليقات ديالكم وتبارطاجيهم على الاهل والاحباب، وتوصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات باش تشجعوني ان شاء الله نعطيكم اكثر. ولا كنتو اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد القناه. كنشكركم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.